أهلا بكم من جديد. تزول المناصب السياسية لكن تبقى التجارب الإنسانية، وتبهت التجارب السياسية التي يمكن أن يمر بها الإنسان لكن تبقى القيم الروحية والنفسية التي تمسك بها في حياته هي التي يمكن أن يقدمها للآخرين. الحقيقة صدر في القاهرة كتاب منذ فترة وجيزة، الكتاب اسمه حكاية مصرية. حكاية مصرية كتبوا دكتور جودة عبد الخالق ودكتورة كريمة كري. ممكن وانت بتشوف الكتاب في دار النشر، هو صدر عن دار نشر الشروق، بتشوف الكتاب حتى غلافه قدام حضراتكم على الشاشة، بتشوف الكتاب ممكن تعبر عليه لأنه في عندنا مئات وآلاف الكتب التي تصدر كل عام. لكن الحقيقة هذا الكتاب بعد أن يعني تقرأه تبقى حابب قوي أنه كل شاب في مصر لازم يقرأه، ولدرجة أن أنا بقول يعني لو وزارة التربية والتعليم مش قادرة تكرره على طلبة المدارس، وزارة الثقافة لازم يعني وبالتعاون البسيط مع المهندس إبراهيم المعلم يقدروا يطبعوا هذا الكتاب في طبعة شعبية تبقى في متناول الجميع، لأنه رحلة كفاح وتصدي تقدر وتحدي تقدر تعرف من خلاله إزاي تتخطى كل العقبات حتى تصبح إنسانا ناجحا مميزا، أستاذا في العلوم السياسية، أستاذا في الاقتصاد، وزيرا في مصر، واسمك دكتور جود عبد الخالق. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ محمد. أنا اتبهرت بالتجربة الإنسانية اللي في هذا الكتاب. أولا فكرة أنه هذه التجربة الإنسانية بينك وبين زوجتك دكتورة كريمة، جات فكرة إزاي أنك تسجلوا التجربة؟ لأنه كل فصل حضرتك كاتب الواقعة وبعدين هي كاتبة الواقعة من يعني من وجهة نظرها. طيب. الفكرة جات إزاي؟ الفكرة جات في الواقع ما هيش فكرتنا إحنا للإنصاف، يعني انه الحدث الاقصى في حياتنا على الاطلاق هو لما حصل مواجهه بيننا وبين الاستاذ الصهيوني في كندا. بالظبط. في كنا يعني لما نلتقي، بتعملوا الدكتوراه مظبوط، لما نلتقي مع اصدقاء او مع حتى ناس ما نعرفهمش والكلام بيجيب بعضه فنحكي الحكايه، فناس يقولوا لازم تسجلوها عشان ايه فيها دروس. صحيح. الواقعة دي بالذات اتكرر الموضوع ده الحقيقة مرة ومرة ومرة، فقررنا ان احنا استجابتا للكلام دوت نسجل التجربة. لما بدينا نسجل التجربة دي فيها سيرة ذاتية، انما قعدنا ندور على سيرة ذاتية يكتبها اتنين ما لقيناش نموذج، ما فيش عليك. ما حصلتش. بالظبط. فكان لابد من الاجتهاد، فكان الاجتهاد انه اوكي كل واحد يقول روايته للاحداث بالظبط في جزء منفصل، بحيث انه قدام القارئ عمال يتتبع روايتين بلغتين مختلفتين برؤيتين احيانا مختلفتين لنفس الاحداث. وبدانا اكتشفت انا لازم نرجع لورا من البدايه التكوين، ما كانش ينفع تبدا من اللحظه اللي دخلنا فيها الجامعه. كان في فارق ضخم جدا بين الدكتور جودة ودكتورة كريمة في المنبت في النشأة. يعني احنا بنتكلم على تجربة قاسية جدا لحضرتك بسبب ظروف العائلة الاقتصادية وظروف مختلفة عندي، يمكن هي بتنتمي للشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. صحيح. والدها يعني محامي وعضو في مجلس نواب وعضو عن الوفد كمان مؤثر يعني مظبوط، وعايشه حياه بتاكل شوكولاته تقريبا بمرتب موظف. على فكره دي حقيقه مش مجاز. ما هي احنا هنيجي لحكايه الشوكولاته دي، لكن انا عايز ارجع لهذا الفتى في قريه ميت العز. ايوه. في الدهلي اللي كانت كل الظروف تقول انه لا مش هيعمل حاجه، يعني ممكن انه ظروفه الاقتصاديه دي تطحنه. تغلبت عليها ازاي؟ الظروف دي كانت دفعتك وقادتك ازاي انك لا تصر وتدخل كليه الاقتصاد والسياسيه وتكمل حياتك؟
هو يعني بداية الخيط الحقيقة تيجي من موضوع اللي انا بسميه مشروع الازهر بالنسبة لي. انه الاسرتي كانت قررت انها تدخلني الازهر لما توسمته انه عندي قدر من الاستعداد للتعلم. تمام. وفي الريف في ذلك الحين كان الازهر هو التعليم. هو القيمة. بالظبط كده. والمعهد الديني في الزقازيق كان قبلة اللي عايز يروح يتعلم. والزقازيق قريبة جدا من بلدنا. فده كان البداية. انا عايز اتعلم. رحت للكتاب عشان احفظ القرآن. صدمت مع الشيخ اللي هو كان قريبنا. وضربني علقة جامدة جدا. محترمة يعني لمجرد انك انت بتسأل عن معنى الآية. بقول له قول لي سنسموه على الخرطوم. معناها ايه؟ اللي هي آية في سورة القلم. فقال لي احفظ رجلك في رقبتك. مسألة غريبة جدا. انت بتسأله عن المعنى ببساطة. أيوة يعني. يعني مش مثلا واحد لعبي وجاي مش حافظ ممكن يتضرب. وارد يعني. انما واحد بيسأل عشان يحفظ يعني بسرعة. يعني السؤال ده حيرني جدا. لكن بعض الناس فسروه قال لك هو اصلا الشيخ ده ما كانش فاهم معنى الآية. مش عارف المعنى. وتحاشيان للإحراج. قال لك احفظ رجلك في رقبتك. وضربك والعلقة المحترمة استخداما لسلطته في العملية. دي كانت ايه بقى بداية الخيط. بعد كده المسألة كانت محكومة بمنطق الفعل ورد الفعل. طب انا سبت الايه؟ سبت سكة الازهر دي. لازم اروح سكة تانية. بدأت احاول التحق بالتعليم الحكومي في ذلك الحين. كان النقلة من القرية للمدينة. لما جيتوا شبرا بقى. بالظبط كده. لما جينا شبرا وسيبنا ميت العز. يعني انت اصلا والدك امي ووالدتك امية. فما عندهمش اي مقومات عشان يدلك ولا يرشدك ولا يروح يجي معك. صحيح. كده يعني. هتسلك الطريق لوحدك. لوحدك. بالظبط. بس هو في نقطة نور في التجربة. لما حضرتك بعد العلقة دي قررت انك ما تدخلش الازهر وواجهت والدك انك مش داخل الازهر. دي كان موقف صعب في الواقع. في موقفين في منتهى الصعوبة بيني وبين والدي. الموقف بتاع الازهر لانه كان بيراهن عليه رهان كبير جدا. وصدم صدمة كبيرة انه يعني في وسط اقرانه في البلد ابنه باظ خلاص. عشان مش هيبقى شيخ في الازهر. لكن لقاها صعوبة جامدة جدا. لكن في النهاية قلت له لا مش هروح. فأمر واقع. الموقف الثاني كان لما خرجت من المدرسة الثانوي عشان اشتغل. عشان هتشتغل في المصنع معاه. ايوه بالظبط. في الشركة. وخدت تدريبك. كان لحام. هتشتغل لحام. وبعدين جيت انا قلت له لا مش هكمل. مش ممكن مش هكمل يعني خلاص عملنا الترتيبات. فدي كانت الموقف الثاني الصعب بيني وبينه. لكن والدي كان برغم ذلك يعني حبه لينا كأولاد فياض جدا. وكان يبدي لك عصلاجة ولكن بيراجع نفسه من الناحية التانية. فلما فشل المشروع الأزهر كان السؤال بقى طب أنا هلتحق إزاي بالتعليم الابتدائي. زمان كان النظام ممكن تعمل امتحان قبول في أي سنة دراسية وتلتحق طالما مستواك يأهلك تدخل. بالظبط كده. فأنا كان المفروض أعمل امتحان قبول يدخلني سنة تانية إعدادي. وبعدين انما عشان اخد امتحان ده لازم تروح تروح المدرسه المسائي دي. المدرسه الليلي. ودي كانت مشكله ثانيه بقى. لعده اسباب بعضها جغرافي والبعض الثاني نفسي اجتماعي. السبب الجغرافي المدرسه كانت بعيد وبالليل فلازم اروح المشوار ده بالليل بكل ما يتضمنه. صغير ماشي لوحده في الشارع الخيالات بتاع العفاريت كلها عماله كده. وانت كنت بتطلع عند جرانكو تسمع الف ليله وليله في الراديو. بالظبط كده. وتنزل تعاني من العفاريت. بالظبط. اللي انت يعني وانا نازل كان جيراننا ساكنين في الدور الرابع واحنا ساكنين في الدور الارضي. فالمشوار من الرابع للارضي يعني كان احساسي ان العفاريت دي في كعبي. المهم في المدرسه. فده السبب الجغرافي. السبب النفسي الاجتماعي انه دي مدرسه للكبار. وبالتالي الناس اللي موجودين معايا
يا اما في من دور والدي او اخواتي الكبار. انا كان باين انا اشطر شويه، فدي عملت مشكله، ازاي الجدع المفعوص ده يعرف احسن مني. عملت نوع من التوتر في العلاقه، خلت الفتره اللي انا قعدتها في المدرسه فتره من الزاويه دي مرهقه نفسيا. فعلا، لكن خدت من اللي انا عايزه، دخلت الامتحان وبدات انخرط لغايه ما وصلنا لسنه اولى ثانوي. في محمد فريد الثانوي. جيت في اولى ثانوي زي ما قلت انا من اسره فقيره وعندنا سبع الاسره كبيره. مظبوط. فقررت ان انا اخرج، ده كان قراري انا بقى، اخرج اشتغل مع والدي وتساعد الاسره. وفعلا سبت المدرسه، مش مقدم عملت معاه شهاده، سبت المدرسه لمده 3 اسابيع. رحت اعمل اجراءات انتقل للشغل. وبعدين في لحظات فارقه في حياه الانسان، وانا راجع مشهد ممكن يغير مصير. الشاعر يقول لك قد يهون العمر الا ساعة. هي دي. طب وانا راجع البيت لقيت زملائي في المدرسه حاطين الشنط بتاعتهم اجوان وبيلعبوا كره شراب. وانت اشطر منهم. لا دلوقتي انا الاول بتاع الجماعه دول، هم انتهى يومهم الدراسي بيلعبوا كوره مبسوطين، هيروحوا يناموا يصبحوا يروحوا المدرسه، وانا فين؟ يعني سالت نفسي السؤال، فلقيت نفسي ببكي بمراره وحراره شديده جدا جدا، حاله تقرب من الصرع. هنا الام لقطتك بقى. مش كده؟ اذا خدتني في حضنها قالت لي ما تقلقش. انا طبعا كان همي على انه انا وردت ابويا بقى بعد ما قلت له انا هاجي هساعدك بالظبط. فترجع ازاي في الكلام؟ مفيش مساعده من ناحيه ثانيه، اخلي موقفه مع زملائه والناس في الشغل اللي انا كنت اشتغل معاه. ودي بالمناسبه كانت وظيفه وقتها كان يعني الناس كتيره ما بتطلبهاش، كانت تتمناها. بالظبط. فالمهم قالت لي يعني اقنعت ابويا ولازم اذكر يمكن لاول مره، من للاسف كنت نسيت في الموضوع ده في كتاب فلازم اذكره دلوقتي. من لنا قريب لوالدي اسمه الشيخ متولي. دي كان بيتاجر فاكهه وكان بيجي يزورنا كل ما يكون في السوق، فبالصدفه جه وشاف الموقف ده فقال جوده بقى لازم يرجع المدرسه. وبالتالي هو استخدم نفوذه الادبي عند والد حضرتك، والدي، فده سلك السكك شويه. بس الام قالت انا هبيع اللي ورايا واللي قدامي، هبيع هبيع اللي عندي. الجزء المادي، لما الجزء الثاني متعلق بعصلجه الوالد بقى، انه يعني ما ينفعش بعد كل اللي عملناه. مش عيال. فرجعت المدرسه. رجعت المدرسه في سنه اولى وكملت المشوار. جه بقى التصادمات. زمان كان الشيخ عبد الناصر في البلد، دلوقتي بقى مدرس التاريخ. لكن الحقيقه مشكله كبيره جدا بالنسبه لي يعني. واتخانقنا خناقات ياما، فقال لي اسمع انت ما تحضرش. بالظبط كده. وانا مش هاخد غياب، انا اعتبرت دي يعني صفقه رابحه زي ما قلت في الكتاب. لانه انت كنت بتدرس تقريبا 4 ساعات تاريخ. بالظبط، لان انا كنت خاص تاريخ. حيث انا كنت عايز اتخصص انجليزي، وذلك الدرس بالنسبه للناس اذا كنت ما حصلتش على اللي انت عايزه في مرحله لا تبتئس. عارف بالظبط، يعني ممكن اعتبر ده نهايه العالم. ان انا خلاص بقى راح مش هدرس اللي انا عايزه، فخلاص المساله بقى تتساوى. انا بستهز الفرصه دي وبروح مكتبه المدرسه واقرا كل كتب الاقراء بالانجليزي والروايات، وقريت شيكوف وتشارلز ديكنز وكل الكلام دوت اكتر من اللي هيتخصصوا انجليزي كمان وانا في المدرسه. وبالتالي يعني دي كانت يعني برضو زي انت تستفيد بالظرف بتاعك. ما قد يبدو ان هو سيء هو ليس كذلك بالضروره. انا توقفت يا فندم عند ما قلته، انه في الثانويه كنت الثاني على القطر المصري كده، الثاني على الثانويه العامه، كان ده سنه 60. وتم تكريمك من قبل الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم. وبعد 4 سنين في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كانت الكليه جديده، انتوا اول دفعه، كنت الاول على الدفعه وتم تكريمك للمره الثانيه والرئيس جمال عبد الناصر ايضا في عيد العلم. صحيح. انا توقفت عند المفارقه اللي حضرتك اثبتتها ما بين جمال عبد الناصر ثم مبارك لما خدت
جايزه التفوق. دلاله ده كان ايه؟ دلالته انه جمال عبد الناصر ومصر معه كان هناك مشروع. كان هناك مشروع، هناك حلم، عفوا هناك هدف، هناك تعبئه للوصول الى هذا الهدف. وجزء من التعبئه انك انت تتبنى وترعى العناصر الصاعده. مثلا يعني ايه يعني شاب لسه واخد ثانويه عامه فبيروح الرئيس بيكرمه انه الرئيس يهتم، وكان يحضر بشكل منتظم عيد العلم في 23 ديسمبر كل سنه. كل سنه تمام. طبعا دي بالنسبه لي ما اقدرش اوصف لك الطاقات اللي فجرتها عندي. اولا الطله بتاعت جمال عبد الناصر لما اقترب منه، سلم عليه اللي اقترب منه عينيها فيها بريق عجيب جدا اللي انا فاكره من المشهد ده. كل مره يا فندم قال هذا الكلام انه بريق عينين جمال عبد الناصر يعني ملوش حل. صحيح. وبعدين بيكلمك بود وحميميه كانه يعرفك بالظبط كده. فده طبعا تعرف زي ما يكون واحد ايه يعني محرك صاروخي جامد جدا. يعني في لحظه اترجم عندك انه يعني هذا الشاب ابن الاسره البسيطه اللي كافح وجاهد وقاوم واقف قدام رئيس الدوله بيكرمه لا لشيء الا انه متفوق. مفيش اي حاجه تانية. بالظبط. نفس الشيء حصل في بكالوريوس. وبالتالي انت كنت الاول على الدفعه. انا كنت الاول على الدفعه. الدكتور علي الدين هلال كان الثاني. دفعه 64. فالمهم انا قلت انه دي بقى يعني نموذج لصناعه الرجال. صناعه انت استخدمت تعبير صناعه البشر. صناعه البشر. ليه؟ لانه انت بتاثر على الشخص، بتدي له قوه دافعه كبيره جدا، بتحسسه بالمسؤوليه كمان، لانه خلي بالك عشان تقف تسلم ما فيش مجال ترجع تلعب ثاني يوم. صحيح. يعني انت صحيح. طبعا لا ما يعني كده قلت محرك صاروخي فيعني بالظبط كده. بالفيلم بالمقارنه الاخرى انه مبارك مثلا انا خدت جائزه التفوق سنه 2005. استلمتها 2014. ايوه في 2014 واستلمتها ازاي يعني؟ جالي تليفون من المجلس الاعلى للثقافه على استلم الشهاده والشيك. فانا رحت كلمت الراجل المدير قلت له بص دي مسخره. صراحه يعني مش مساله في القيمه الماديه للجائزه يعني. الكلام ده كله عشان اجي اخد شهاده وشيك. يعني متخيل الموضوع يعني هيبقى له وقع وصدى مختلف تماما. لكن ده بدي فكره عن الاولويات يعني في الوقت. حتى يمكن عامل المقارنه دي في الكتاب. انه كيف كان يحتفى بعيد الاعلاميين مثلا، معذرا ما اقصدش اي حاجه بالنسبه للاعلاميين واحنا في سياق اعلامي. كل سنه ويحضره الرئيس وما يتمش الاحتفاء بعيد العلم. ما يتمش فكره عن الاولويات. وبالتالي لما تيجي تشوف ان احنا ما انت عارف انه كان ايامها ده طبقا لثقه للوزير. يعني مين الوزير اللي يقدر يجيب الرئيس يقول له اعمل عيد اعلاميين لكن التاني ما فيش مش هي. ولكن في نفس الوقت بيوضح مكانه العلم على الاجنده الوطنيه بتاعت البلاد لم تكن بهذه. بالظبط. طيب في التجربه بقى هقف قدام حاجتين قبل ما نوصل الى دره التاج بقى في التجربه، وهي العلاقه الانسانيه الخاصه والنادره جدا بينك وبين دكتوره كريمه زوجتك العزيزه. انت اتعلمت من حاجتين وقلت انه الحمار اتعلمت منه حاجات والكلب اتعلمت منه حاجات. وراعي الغنم. وراعي الغنم. وراعي الغنم. شوف كنت يعني كنت حريص على تسجيل ده وانت بتكتب. يعني في النهايه انا قدام كتاب هذا الاسم تولى الوزاره يعني وزارتين. يعني حضرتك كادر سياسي مهم جدا في البلد، توليت وزاره التضامن. التضامن العلاج الاجتماعي اللي كانت تأمين وشؤون مع بعض. بالظبط. وعند وزاره التموين. فوزارتين مهمين. استاذ وزارتين تقال جدا. يعني ليه كنت حريص في وسط التجربه انك تاكد اولا ده. انا كنت بسجل تسجيل امين لازاي انا اتكونت.
كويس، دي نقطة بصرف النظر عن أي اعتبار تاني، هو ده اللي حصل. كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه عايز أبين للناس، ناس كتيرة تنظر إلى الحمار لمؤاخذة نظرة فوقية، وإنه حقيقة الأمر كده، إن أنت إذا يعني لاحظت الحمار بدقة ستكتشف إن هو على نقيض الصورة الذهنية اللي موجودة بالظبط كده. إن هو كائن دؤوب جدا جدا، ومبرمج بحيث انه عارف الهدف بتاعه، مجرد توريله السكه مره واحده رايح جاي خلاص. هو الفلاحين يعرفوا الحكايه دي قوي جدا، انه بالظبط مش محتاج هو يوجه الحمار بتاعه خالص، يعني رايح جاي. انا حسيت انه قراءتي انا الشخصيه انه في درجه عاليه من الاخلاص من جانب الحمار لما يقوم به. لازم يوصل، يا ريت تبقى عند البشر يعني. طبعا لازم يوصل السباخ للغيط. عارف؟ ايوه. وكانها رساله. بالظبط، دور رساله ومهمه. كويس كده؟ وبالتالي ده رفع مكانه الحمار عندي بالمقارنه بنوع من البني ادمين اللي كنت بشوفها في ال فحبيت ان انا يعني اساهم في تغيير الصوره الذهنيه ليه. رد اعتبار. بالظبط كده. دي انا اتعلمت منه بقى الانضباط، وانه الهدف ما يروحش من دماغي، يبقى باستمرار الشواغل الجانبيه دي متشيلوش، ازاي احطها في حجمها بحيث الهدف الرئيسي. انت كنت بتراقب كمان يعني، يعني هذا الحيوان كنت بتراقب حركه ودانه لما يبقى. ايوه بالظبط. صحيح. الحاله المزاجيه للحمار وبالذات موقفه تجاه صاحبه. ما انا بقول لك في مساحه جديده حتى من انك تبقى بتتكلم، وقلت ده الحاله المزاجيه للحمار تجاه صاحبه، لما يبقى راضي ايوه فتبقى ودانه عامله ازاي، ولما يبقى مش مستاء تبقى ودانه عامله ازاي. بالظبط كده. طب ده بالنسبه للكلب بقى. لا خلينا نتكلم على راعي الغنم. الكلب كان معانا، ده الرفيق. بالك كلب ده راعي غنم، لازم كلب. تمام. الكلب طبعا كان حاجتين، واحد انه يعني حارس من نفس الفصيل بتاع الديابه. كويس كده، كائن على اربعه والاخره. نمره اتنين، انه عنده زي قرون استشعار وادوات استطلاع، ممكن يحس بالديب قبل ما الثعلب قبل ما يبانه خالص. بص تلاقيها برضو عمل ودانه كده. على فكره اللي يراقب الحيوانات مظبوط. لا طبعا سبحان الله يعني. فانا طبعا كان باستمرار عيني ما تروحش من على الكلب عشان اشوف هيعمل ايه. ودانه دي رايحه فين بالظبط، ودانه اتجاه ودانه ووشه يبقى ده مصدر الخطر جاي من هذا الاتجاه. فابتدي ان انا لم اول حاجه تعملها لازم تلم الغنم على بعض، لانه الخطوره في انه غنمه تبقى شارده، فسهل جدا الديب يلتهمها. يلتهمها صحيح. سهل صحيح. اول حاجه تعملها على طول راح لامم القطيع بتاعك على بعضه، وفي الحاله يبقى كتله والاتحاد قوه زي ما بيقول. ما قدرش يعمل معاها حاجه الديب. اتنين، انه انت بتتعامل الغنم دول يعني خصوصا ما كانش في وسطهم خروف مثلا نطاح، دي كائنات ضعيفة. وبالتالي انت مسؤول عن هذه الكائنات الضعيفة. فيمكن دي كانت اول تدريب ليا على ان انا ابقى مسؤول عن كائنات ضعيفة. لما رحت الوزارة بدأت خلاص ما عنديش، مش محتاج اتدرب من اول وجديد. انا واخد على في لا في الاول كمان علاقتك بالطلبة. يعني ده اعتقد انه مظبوط، انه فادك في علاقتك بالطلبه في الجامعه. علاقه انت تعينت معيد على طول، انت خلصت سنه 64 وتعينت معيد على طول في 65. كده وبدات تعمل الدراسات العليا في بالظبط. يعني تعينت معيد في اكتوبر 64، اتخرجت مايو 64. وبعدين سافرت في اغسطس 68 للدراسه الى كندا. انما في الثلاث سنين الاربع سنين دول اشتغلت معيد، فبدات اتعامل مع الطلبه. طبعا الطلبه سواء في مرحله ما كنت معيد او استاذ بيتعاملوا معايا من زاويه مختلفه عن تعاملهم معايا استاذ ثاني. بمعنى بمعنى هم عارفين ان انا راجل يساري او اشتراكي،
وبالتالي الشيء ده كادر من كوادر حزب التجمع. مظبوط. الفرق الغريبه جدا انه يفترض على طول ان انا ملحد. عشان طالما حزب التجمع تبقى شيوعي تبقى ملحد. مظبوط. الصوره الذهنيه برضو المعتاد. وبناء عليه ابتداء كده انت بادئ تتعامل مع الطلبه من نقطه ضعف، ان هو بينظر لك بالذات مع التدين الشديد اللي بالظبط بعد كده اللي جه بعد 67. بالظبط كده. فازاي انا يعني اتعامل مع هذا الوضع؟ فانا تبنيت استراتيجيه بسيطه جدا. ما اقولش اي حاجه ان انا متدين ولا مش ولا كلام من ده خالص. واتعامل مع الطلبه. وبعدين اشتبك معاهم في القضايا الدينيه على نفس الارضيه بتاعتهم. كويس كده؟ واقعد اجرجره واحده واحده لغايه ما اوري له ان هو فهمه للقضايا دي فهم سطحي وقاصر. انا هذكر واقعة بالمناسبة اذا كان الوقت. ده طبعا. لا لا احنا قاعدين معاك يا فندم. في احدى المرات كنت بتكلم على سياسة الانفتاح ايام السادات. وبعمل تقييم للسياسة، كان كورس على الاقتصاد المصري. فبقول انه السياسة كان لها ايجابيات وسلبيات. من ايجابياتها انها اتاحت كمية اكبر من العملة الصعبة او النقد الاجنبي، وده يمكننا نعمل استثمار او استهلاك الى اخره. والجانب السلبي انها يعني غلبت النزعة الى التجارة والتداول على النزعة الى الانتاج وخلق القيمة. كويس كده؟ كويس. فقام ولد قال لي اذن استاذ. نعم. قال لي قال صلى الله عليه وسلم 19 رزق في التجارة. في التجارة. طب ممكن الخطأ الأكبر إن أنا كنت أقول له مثلا إيه الكلام اللي فعلا بتقوله ده غلط كبير. طبعا. الأستاذ معناها فقد قيمته. طبعا لازم هو من نفس المنظور يتكلم. فقلت له ده صحيح، ولكن لعلكم تعلمون بقى ان الاحاديث النبويه درجات. دخلت معاهم في فقه الاحاديث. صحيح. وانه ده في صحيح وفي ده حديث صحيح. خلاص. هو كان متصور ان انا هقول ده مشكوك فيه، لا بيقول صحيح، ايه المشكله؟ قلت له ولكن دعني اسالك عن جغرافيه وتاريخ الحديث. فاتلخبط بقى، قلت له الجغرافيا يعني اين قيل هذا الكلام؟ قيل هذا الكلام والتاريخ سياقه الزمني بالظبط كده. فما عرفش جاوب. قلت له يا اخي ده في مكه، خلاص ده حديث عن الرسول في مكه. يعني ده الجغرافيا بالظبط. والجغرافيا دي ما هذا المكان قيل فيه رحلات الشتاء والصيف، لانه مكه ليس لها من المقومات الاقتصاديه خالص، مش عندها وادي غير ذي زرع، همزه وصل بين اليمن في الجنوب والشام في الشمال. كويس كده. ومن هنا جت فكره رحلات الشتاء والصيف. قلت له والتاريخ امتى؟ قلت له طب احنا في انهي قرن؟ ما عرفش. قلت له طيب احنا في القرن، وقتها كنا لسه في القرن 15، بدايه القرن 15 الهجري. قلت له احنا بدايه القرن 15، وبالتالي ما كان صحيحا في مكه المكرمه السادس، القرن السادس. ايوه. لا ده السادس الميلادي اسف. قد لا يكون صحيحا بالضروره في مصر المحروسه بعدها بال 15 قرن بالظبط كده. وبالتالي هو طبعا خسر الجوله في المناقشه، ولكن لانك اتناقشت من نفس ارضيته بالظبط كده. فده انما انا بنظر له مره ثانيه زي بنظر للغنم، مع طبعا عظيم احترامي للطلبه، ما اقصدش لا بالظبط. لا هو كيف تسوس البشر كما كنت تسوس الغنم كده. ان ده ضعيف بمعنى انه اقل مني علما، صح؟ ولازم اخد بايده لغايه ما يعني اعلمه ازاي يفكر. فده كان بالنسبه لل طب راعي الغنم هنا في الجامعه في الوزاره. انت جيت الوزاره في وقت صعب جدا جدا، يعني جيت جداً. الوزاره الاول مره مع حكومه الدكتور احمد شفيق. ايوه 22 فبراير سنه 2011 بالظبط. وبعدين كملت مع الدكتور عصام شرف، ثم دكتور الجنزوري. مظبوط. الاثنين الاولانيين تضامن، كانت فتره ملتهبه. الاثنين تضامن، وبعدين الثالث تموين. صح. ففي فتره صعبه جدا. استفدت من خبره راعي الغنم ازاي وانت في الوزاره؟ شوف طبعا انت يعني حتى الوزاره نفسها زي ما قلنا اتفقنا نسميها تضامن وعداله اجتماعيه في البدايه، وفضل الاسم ده لغايه ديسمبر 2011. انه هي بشقيها الشؤون الاجتماعيه والتموين تتعامل مع الغلابه.
فئاتهم وأماكنهم وكله. وبالتالي الغلابة دول أضعف فئات المجتمع. أنا دلوقتي وزير مسؤول عن الغلابة. حتى كان الصحف بدأت تديني لقب وزير وزير الغلابة. بالظبط كده. وهو أنت جاي من خلفية سياسية من حزب التجمع اليسار الأقرب. وبالتالي يعني يمكن أكثر واحد بقى المفروض يعني شاغل بهذا الموضوع. فكان الغلابة دول بيواجهوا غيلان. كويس كده؟ جزء منه تجار، جزء منه صناع، جزء منه نصابين. كويس؟ سياسيا احنا بنسمي دول مجموعات مصالح. ازاي دول بقى زي الديابة. كويس؟ بالظبط. يعني في المشهد بتاع الرعي عندك القطيع دول الشعب. بالظبط كده. ايوه. وده اصحاب الجماعات المصالح دي. أيوة. الذئاب. بالظبط كده. ازاي تحجز ده عن ده؟ طب فين الكلاب بتاعتك اللي هتستغلها في طبعا. ايوه. لا ما انت بتفكر في الامور بشكل مجرد. بالظبط. ان القصه واحده في الحالتين. وبالتالي ده اكسب لي درجه عاليه جدا من الحساسيه تجاه الام، واكرر الام وامال الناس دول. ويمكن ده اداني يعني خلى لما كنت بكلم الناس كان في مصداقيه في الكلام. في الكلام. اقول لهم هنعمل كذا، مش هنقدر نعمل كذا، ومنتهى الصراحه والوضوح. ويعني خط معارك بعضها كان ممكن يعرضني شخصيا لخطر. مع اصحاب المصالح دول. مع الحيتان دول. مع الحيتان. والناس حست بكده. فدي التجربه اللي انا يعني زي ما تقول وظفت فيها جدا سنوات التكوين، خبره الراعي. وعايز اقول بقى للناس اللي هي يعني مستغرب ايه حكايه راعي غنم دي، واستاذ جامع وزير بيقول انه كان راعي غنم. عارف، عايز اقول لهم لما تقرا تاريخ الاديان بالظبط، الانبياء كلهم تقريبا. كلهم تقريبا. دي مسألة برضو محتاجين نفكر فيها يعني. صحيح. كل الأنبياء تقريبا اشتغلوا رعاة. محمد بدأ نشاطه في برعاية الغنم. برعاية الغنم يعني. ربما بحكم البيئة اللي نشأ فيها، معنا بحكم البيئة اللي نشأت فيها أيضا. إنما إذا تصورنا في منطق أعلى للأشياء وللظواهر، يبقى طب اشمعنى راعي الغنم وليس زراعة؟ دول نشاطين في القرية. راعي الغنم تجربة أكثر ثراء في رأيي. فكل صحيح دي ظاهرة محتاجة دراستها اجتماعية. بالظبط. يعني عالم اجتماع، لأنه سيدنا موسى كان نفس الحكاية. بالظبط. أو ما تلك بيمينك يا موسى قال. أيوة. هي عصاي أتوقع عليها وأشوي على غنم. وليه فيها مآرب أخرى. صحيح. يعني فزيك أنا محتاجة دراسة فعلا. فخور جدا بفترة التكوين كراعي غنم في ميت العز. طيب أنا قبل ما نروح للجزء ده، لانه هو جزء فيه ثراء انساني ونموذج لشباب كتير جدا، يعني ازاي ان هم يكونوا حياه ويكونوا بيت ويكونوا اسره ناجحه بدون الكلاكيع اللي موجوده دلوقتي في الحياه يعني. بس انا مجهز لحضرتك حاجه عايزين نسمعها، اعتقد انك هتبقى مبسوط ان احنا بنسمعها. سمعونا كده يا شباب. بحبك يا شهرة، بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح. بحبك يا شهرة، بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح. يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة، بحبك صحافة وأداب وفتة وفي إيه يا
الكتاب بحبك بحبك وفيكي أحلى عمري وأغلى صحاب وأول هوايا اللي سابني جريح بحبك يا شكرا بحبك صحيح. انا اشكركم انا عارف انك يعني الاغاني بتدخلني في حاله ما اقدرش اوصفها لكن يبدو كان واضح عليا او حضرتك بتسمعها صحيح طبعا طبعا. ايه سر شبرا بقى؟ سر شبرا انه هو حي فريد من نوعه من الناحيه المجتمعيه هو حي للطبقه في الوقت اللي انا نشات فيه للطبقة الوسطى والدنيا كويس. اثنين كان يتمتع بدرجة عالية جدا من التعايش بين الأقباط والمسلمين ويمكن ده اللي بتجسده الأغنية بتاعت محرم فؤاد بحبك يا شبرا محمد وعبد المسيح على بسطة واحدة. كلمة محمد وعبد المسيح على بسطة واحدة معناها كتف في كتف مش كده ولا ايه؟ الأفكار واحدة النوازع واحدة وبالتالي أنا بقول لو إن الروح بتاع شبرا حافظنا عليها وطورناها كنا تحشينا حاجة كتير زي مثلا اللي بنقرأ عنه هذه الأيام بالنسبة لقرية دمشاو وهامش بالظبط هاشم في في المنيا مش كده ولا إيه؟ وقبليها لما أنا كنت في الوزارة الموقف الصعب والمؤلم جدا لما الناس بتوع إنا قطعوا الطريق احتجاجا على تعيين محافظ ابتي بالظبط فاذا احنا بنتكلم على اشياء كتيره مره نقول تجديد الخطاب الديني ومره نقول الحفاظ على الوحده الوطنيه ومره نقول البيت المصري البيت العيله بيت العيله اللي انا عايز اقول اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات انه خلي بالك من ايام تحديدا يوم 11 سبتمبر وافق ثلاث رؤوس سنوات صحيح السنة القبطية والهجرية والسنة اليهودية والسنة الهجرية وبعدين تجد ان مصر قاسم مشترك في الثلاث في بالظبط في الثلاث رؤوس دول طبعا هذا موضوع يعني لما تفكر فيه بعمق تجد انه يعني لا يخلو من دلاله ودلاله كبيره جدا. الثغره اللي دخل منها هذا الوباء كانت ايه فن؟ طبعا الثغره كانت ثغره سياسيه حصل شرخ في جدار الوطن على خلفيه هزيمه 67 والنظام في ذلك الحين في محاولة لأن هو يعني يستمر كان بيتوسل إلى ذلك بأي وسيلة متاحة ومنها استدعاء الدين والأقرب كان الأقرب والأسهل الدين البلد الناس يمكن تتذكر معظم اللي بيشاهدونا لا يتذكروا لكن الناس الكبار يتذكروا أن محطة القرآن الكريم ظهرت في تلك المرحلة كويس فبتذيع قرآن كريم فقط لكن عادت تتطور إلى أنها بتذيع قرآن كريم وأدعية وأشياء أخرى إنما دي البداية وبالتالي الناس بدأت لما فشل المشروع السياسي وانهار فالناس بدأت تبحث عن بدائل وبيعمل إيه بيبص في المخزون بتاعه كشعب ولكن البعد الإقليمي هنا لابد أن يبقى حاضر في ذهننا بشدة لأن مصر في حتى ذلك التاريخ 67 كانت في مناوئة واضحة جدا وصريحة مع الأنظمة الرجعية في المنطقة وعلى رأس المملكة العربية السعودية فلما حصل الشرخ على خلفية هزيمة 67 المملكة العربية السعودية انتهزت الفرصة وصدرت الفكر الواحد وصدرت الفكر وجي الفكر بقى عن طريق اللي هم بيخلصوا منه الوقت مظبوط الاخوان اللي هم كانوا خرجوا من مصر في الخمسينات والستينات بالظبط واستقروا هناك واستقروا هناك كونوا اموال وثروات وجم بيتكلموا على 19 رزق في التجاره وكل هذا الكلام والزي
والتمييز على اساس الدين، وده مسيحي وده مسلم وده وكنايس. بدا كل هذا الخطاب في البدايه هنا هنا. طيب انا هستاذن حضرتك، هنخرج فاصل قصير قوي ونرجع للقصة اللي أنا هقعد أسمعها من الأول للآخر ومش هتدخل فيها خالص، اللي هي بطلتها الدكتورة كريمة كوريه. أنا فكرت إنها تيجي تبقى معنا في الحوار، بس أنا متأكد إن هي قاعدة بتتابع حضرتك. أو يا كريمة ممكن تكون نامت دلوقتي. تكون نامت؟ لا، ما يعني مش هينفع طبعا. طيب خلينا نطلع فاصل ونعود لاستكمال، مش هقول الحوار، ولكن إلى هذه الحكاية المصرية لبطلها دكتور جودة عبد الخالق ودكتورة كريمة كريم. فاصل وأعود لحضراتكم. أهلا بكم من جديد في حكاية دكتور جودة عبد الخالق ودكتورة كريمة كرامي. الحقيقة دروس كتير وحكايات كتير، لكن أنا عايز أتوقف عند الحكاية الكبرى في حياته، قصة التي بدأت بلحظة قال فيها الدكتور جودة عبد الخالق أنا هتجوز البنت دي. فاكر الحكاية دي؟ فاكر اللحظة دي؟ كل تفاصيلها. أنا فاكر مثلا كريمة كانت لابسة إيه؟ كمان؟ طبعا كويس. يعني أنتوا دخلتوا، هي دخلت الكلية؟ دخلت سنة أولى سنة 61. 61، أنت دخلت سنة 60. 60، فأنا كنت من أولى. بس أنت من أسباب الإعجاب وإن هي شافت إنك شخص يعتمد عليه لما تصديت لتدريس مادة الاقتصاد القياسي. مظبوط. مش كده؟ دي ده مفتاح مهم. لا جدا، لانه كل انت عارف احنا كنا اربع خمس معيدين في قسم الاقتصاد وقتها. والكليه طرحت تدريس الماده دي على كل المعيدين. فزملائي وبالذات الدفعات اللي قبل مني كمان. قال لك لا، ما دي ماده صعبه وما نقدرش نحرج نفسنا قدام الطلبه وبتاع. فرفضوا. فانا قلت اوكي، انا هاخد الماده ديت وحدرس. فكنت بدخل المحاضرة معاهم. تسمع، كان الدكتور الإمام. أيوه مظبوط. الدكتور محمد محمود الإمام. شخصية عظيمة جدا. والأسبوع اللي بعديه على طول أدخل لهم أنا في سيكشن أشرح وناقش مسائل وكلام من ده. فطبعا الفارق بينك وبينهم سنة، مفيش خلفية عندك أكتر منهم إلا اللي أنت قريته في الأسبوع ده. وبالتالي لازم تبقى متيقظ جدا ويعني نقول اطراف اصابعك بالظبط في الموضوع. انما ده انطباع لدى الدفعه دي كلها، وطبعا كريمه منهم، انه اوكي ده الجدع ده يعني مقاوح، يعني يعتمد عليه، انه يعتمد عليه لانه بيقدر يدخل نفسه في حاجات ويسلك فيها في نهايه. طب نرجع للحظه الاولى بقى. اظن في اللحظه الاولى كانت في يعني اواخر سبتمبر سنة 1961. يعني انت كنت في تانية وهي في اولى. مظبوط. الكلام ده من 57 سنة. ربنا يديك الصحة والعمر. انا شفت كريمة يعني طبعا اول شيء يعني تعرف كريمة من النوع اللي هو طويل في القوام بتاعها. هو في رشاقة ايضا في القوام. وماشية زي الحصان كده. بصيت لها قلت لنفسي دي البنت اللي انا هتجوزها. ما كلمتش حد. بينك وبين نفسك. بيني وبين نفسي. ويعني عدى اللقاء ده وبدأت ارصدها بقى. خلاص دخلت في الرادار بتاعي. بتاعك كل ده وهذا شأن خاص بيك. شأن خاص بيا وما كلمتش حد فيه إلا في يعني لما بدأنا نطلع لرابعة مثلا ولا حاجة. بدأت أتكلم، لكن في الأثناء كنت أبعت لكريمة رسائل بانتظام. إنه يعني أنا أكني لها شيء. كريمة بناء على تربيتها في المدرسة الألماني وفي الأسرة، مدرسة الراهبات. إنها شخص شديد الجدية والانضباط. مفيش مخها حاجات من ديت إنها تبص مين بيبعت لها إيه وبتاع، زائد إن هي كانت
منغمسه في النشاط الطلابي في الكليه. انت كنتوا كمان في الاتحاد الاشتراكي لجنه العشرين. لجنه العشرين من كده في التنظيم الطليعي. فريق الكليه عضو في اللجنه الاجتماعيه ومرشحه نفسها. وبالتالي كانت علاقاتها الاجتماعيه يمكن اوسع من علاقاتي انا. يمكن كنت مركز قوي على الانجاز العلمي والسياسي. هي لا كانت فرده في كذا اتجاه. وبالتالي كان بتعرف طوب الارض. فما يعني وغالبا كان في ناس ثانيه برضو بتحاول انها تبعت لها رسائل. فهي قافله كل الشبابيك بالظبط. يعني لحد ما جت اللحظه اللي هي انت كنت في مكتبك في معهد التخطيط القومي. كان في مكتبه في معهد، انا كنت منتدب في معهد التخطيط، كان له فرع في شارع شجره الدر في الزمالك. وكريمه جات لي وقالت لي انا عايز اخد رايك في موضوع. هي كانت تعينت معيده ولا كان ولا لسه؟ لا كانت تعينت. انت كنت بقى معيد، بتتكلم في سنه 66. وهي كانت كده كنت بقى لك سنتين معيد وهي بقى لها سنه. بالظبط كده. كانت تعينت في جامعه الازهر معيده. كويس. الاول اشتغلت في الخارجيه وبعدين استقالت وبعدين جهاز المحاسبات واستقالت لانها بتفضل المجال الجامعة. الاكاديمي. فاستقرت معيده في كليه التجاره جامعه الازهر. فعايز اخد رايك اتفضلي. قعدنا وكان المكتبي بقى كان في معايا في نفس الاوضه زميلتين. فانا حسيت من المدخل، قلت عايز اخد رايك في فلان متقدم لي. فلان ده كان استاذ من اساتذتك الكبار. وكان بيدرس لك في السنه دي في سنه الماجستير التمهيدي. بالظبط كده. فانت كده بقيت في ورطه. يعني انت واستاذك في منافسه. بالظبط. ودي منافسه شرسه جدا على فكره. طبعًا. يعني لما يبقى يعني شوف، هي بالنسبه لي غير متكافئه او متكافئه. يعني غير متكافئه لمصلحتي وغير متكافئه ضد مصلحتي. يعني بتوقف في نفس في نفس اللحظه. المهم سمعتها وبتاع، لقطت انا الخيط بقى. وبدات قلت ربما هي مش جايه تسالك من فراغ يعني. لا هي يعني استدعت بقى الكلام اللي كل صديقاتها وحتى اختها، لا اخت كانت يقولوا لها انه جودة مهتم بيك. بالظبط كده. فقالت فرصه اختبر الكلام دوت، اشوف اذا كان حقيقي ولا لا. فجت وطبعا كان حقيقي ان متقدم لها حد، فيعني ما افتعلتش موقف يعني. واتكلمنا عشان نناقش الموضوع ده، واللي جنبنا ما يعرفوش احنا بنتكلم في ايه. فصغنا الموضوع كله على انه مساله من المسائل بتاع الاقتصاد. مشكله اقتصاديه بتتكلموا فيها في سلوك المستهلك. المستهلك بيستهلك سلعتين. والله يعني فانتوا بدات تقول لها في مستهلك وفي بديلين قدام. بالظبط كده. فهي المستهلك. أيوة. والبديلين حضرتك والاستاذ. بالظبط. وهي عندها داله منفعه. ايوه. اداه المنفعه بتديها تفضيل بين الايه؟ البديل الاثنين. وبدانا ندخل في التفاصيل بقى بتاع السلع الاولى والسلع الثانيه، فبنادين بقوا سلع في المشهد. في المشهد ده. بس فاتكلمنا وبعدين هي طبعا ادركت بيقين ان انا بقى اكني لها شيء. وانا كنت حريص ان انا اوضح ده. بحيث انه بعد اللقاء ده على طول طلعت هي راحت قالت لوالدتها. مباشره. بس انتوا اتفقتوا انه كان في خطر، انت كنت مستشعره انه لو اعلنت وانت لسه طالب ماجستير ممكن ده يضايقك. مظبوط. ممكن الاستاذ يضايقك. كذب انتظار لغايه ما نتيجه الماجستير تطلع قبل ما نعلن اي شيء. قبل ما تعلنوا. على الملأ. كان في موقفين بقى في الكليه، موقف الدكتور زكي شفعي العميد وموقف الدكتور رفعت المحجوب. هو كان من اساتذه الكليه. مظبوط. وكان استاذ مرموق دكتور رفعت الله يرحمه، انه كان طلق اللسان يعني. وفي المحاضره بتاعته كان سلس جدا. انما هي النقطه انه خلينا نحدد الاثنين كانوا اساتذه، الدكتور زكي شفعي وكان ودكتور رفعت. ودكتور رفعت كان استاذي. دكتور الشافعي كان متبنيني لما دخلت الكليه، وانا مدين ليه بحاجات لانه انا كنت بلعب ملاكمه وانا في المدرسه. لما دخلت الكليه نده لي وقال لي انت تسيب الملاكمه دي فورا. قال لي انا ببوظ دماغك على المدى الطويل.
يعني الضربات اللي بياخدها الملاكم في الراس بتاثر بالظبط كده. فسبت الملاكمه واتجهت الى التجديف في النيل. وقدرت جدا النصيحه دي. ثانيا كان هو ما كانش عنده اولاد فكان بيعتبرني ابنه بيتعامل معايا من هذا المنطلق، فكان في ود وحميميه. وهو كان عنده حس اجتماعي عالي جدا جدا يعني، دكتور زكي شرف الله يرحمه. الدكتور رفعت محجوب استاذ هو الاخر، ولكن زي ما انا قلت متحدث لبق ومحاضر، ولكن كان عنده عيب الا وهو انه لا يحتمل انه الطالب يناقشه في اي قضيه. كان يعني ما يقبلش الكلام ده. انا كنت طالب متفوق يعني، تسمع وخلاص بالظبط كده. وانا داخل افهم. فكنت اسال ده انت دي المشكله العقده من ساعه سنه سموه على الخرطوم. هي بالظبط كده بتتكرر ومع مدرس التاريخ ومع عارف يعني. فيقول لك اقعد بطريقه انا ما احبهاش يعني. فبعد ما حصل الموقف ده مرتين ثلاثه اخترت ان اقعد في اخر القاعه خالص يعني. المجموعه كلها قاعده في اربع خمس صفوف وانت قاعد في الاخر، في 10 صفوف وانا قاعد في 10 صف. هيقول لي ايه انت من المعتزله؟ اقول له انا من المعتزله. ده خلق حاله من التوتر بينك وبينه. انما يعني للامانه انا عمري ما كرهته ولا بس ما كنتش بس هو والد الدكتوره كريمه لما سالوا بحكم العلاقه الشخصيه اللي بين بينهم لان والد الدكتور رفعت الله يرحم الاثنين او الثلاثه بقى كان صديق، كان وفدي وكان يعرف ابويا علي كريم اللي هو والد كريمه. انا دايما كنت اقول ابويا، عمري ما قلت ما صحيح. اليوم الاول كويس كده. فكان راح يساله على هذا الاساس يعني، هو يثق في تقديره. ايه رايك في ال فهو ادى الاجابه اللي يعني اللي اداها. والدكتور زكي ما كانتش في صفك اجابه رفعت المحجوب؟ لا ما كانتش في صفي، بس ما كانتش مؤثره. يعني قال له انت يعني مش لاقي لك جدع ده اتجوزها له بالظبط كده. الدكتور هو ده كله يعني بيجسد المقوله الجمال في عين الراي. صحيح. دكتور رفعت المحجوب شايفني. صحيح. شايفني بشكل. طب كيف يا فندم في اللحظه المجتمع، احنا بنتكلم في يعني سنه 66 شاب معيد في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، لا يملك الا مرتبه لتقريبا حوالي 17 جنيه. لا وجزء مرتبه ده وجزء من مرتبه بيساعد دي اسرته اللي هي كانت انتظرت يعني. صحيح. ازاي مثل هذا الشاب ان يعني تنجح تجربته؟ يعني ايه المقومات اللي كانت يعني ساعدت في نجاح هذه التجربه؟ هي الدكتوره كريمه طبعا ليها دور مهم في الموضوع، بس ازاي انك زوبت هذا الفارق؟ لان انت بتتكلم وكانك قدام قصه من قصص الدراما يعني. يعني الشاب الفقير المجتهد اللي بيروح لبنت من اسره في مشكله، ابوها بيقول لها اجيب لك شوكولاته منين؟ تتاكلي شوكولاته بمركبه. كلامه مظبوط وانا فهمت. بس قبل ده يا فندم معلش، قصة الكابوس اللي كان بيطاردك طول الوقت وانت في الجامعة وبعد ما اتخرجت من الجامعة، ايه قصة الكابوس ده؟ الكابوس ده كان يجي لي رؤية في المنام ان والدي مات كويس وان انا انزل اشتغل واسيب الدراسة. سيب الدراسة. فلغاية ما وصلت للبكالوريوس كان بيطاردك الكابوس ده، منتظم جدا هذا الكابوس. وده طبعا كان بيعبر عن حالة أنا كنت بحس بيها، عن المخاوف كمان. طبعا واحد ماشي على حافة هوية يعني ما يفصلوش عن الحافة إلا يعني سنتيمترات. لأنه بالتأكيد لو حصل وفاة للوالد كان لازم كنت لازم تتحمل مسؤوليتك تجاه الأسرة. طبعا أنا كبير ومقدرش لازم أضحي بكل شيء عشان أعول الأسرة. وبعدين أنا برضو قبل ما انسى النقطة دي، وبمناسبة خروجي من المدرسة عشان اشتغل، عايز اتذكر لما كنت في اولى سنة بحالة رفعت. رفعت ده كان معايا في المدرسة الاعدادية. ده احد زملائك، احد اصدقائك. رفعت ده كان زميلي في الفصل وكان عبقري. كان يتنافس معايا على الاولوية دايما بس بالشرف والنبل كده.
ولكن رفعت ده اضطر يسيب المدرسه في المرحله دي ويخرج بسبب ظروفه الاقتصاديه اللي هو المصير اللي انا قدرت افلت منه يعني بدعاء الوالدين بدعاء الوالدين. طيب نرجع بقى أقول لا لحظه عشان بس انا احب ده لا نكمل الفكره الفكره كلها انه انا عايز نتوقف عند الخساره المجتمعيه لانه لك ان تتخيل لو كان رفعت ده كمل طريقه التعليمي لمنتهاه كان ممكن يبقى عندك عالم كبير في الطبيعه في الكيمياء في القانون ها احنا بنفقد ناس كتير يا فندم انا بقول كل سنة. طبعا انا بس ادي مثال اهو انا كنت يعني عايش التجربه دي وبالتالي عايز اقول يا جماعه انه في نسبه لقضيه التعليم بالنسبه لقضيه التعليم لابد الدوله والمجتمع تقوم بدورها لا معاونه العناصر الواعده الى ان تكمل هذا الدور ما يسيبوش كده ما يسيبوش صحيح بالظبط طيب نيجي بقى لفكره ان كيف يعني ذابت كل هذه العقبات ونجحت هذه التجربه هو لها يعني عده مقومات اول مقاوم انه يعني انا شخص صريح جدا ما يعني ما احبش الرتوش بالذات في القضايا المصريه فلما رحت اقابل والد كريمه اول لقاء بيننا يعني قلت له الموضوع والدي كذا والدتي كذا اسرتي كذا بلدنا كذا خلاص وهو بالتاكيد هو سال كمان يعني ولكن هو بيسالني بيقول لي طب انت عايز تتجوز لما رحت بقى اتقدمت رحت رغم انك قعدت فتره طويله على ما رحت وانت ما كنتش عارف ليه بتاجل المساله هو كان اللي حاصل ان هو ما كانش موافق وكان مش كرها فيا انما قال قلقا على كريمه انه ازاي هتعيش في وضع اقتصادي اقل من اللي عايشه فيه بالظبط كده وقال لها يعني المرتب مش هيوكلك شوكولاته هتعيشوا ازاي بالظبط فانا كنت صريح وواضح وبعدين شوف الظروف يعني الصراحه برضو بتجيب نتيجه في النهايه فما قال لي طب انت ليه عايز تتجوز بنتي؟ فانا بدون تفكير قلت له عشان بحبها. وده اللي جوايا فعلا. يعني مفيش حاجه ثانيه يعني. فيبدو انه الاجابه دي كان لها وقع عنده. سمعت عنده. يعني ما هو كل انسان عندنا عنده حس انساني برضو يعني ممكن يحركه. فانتهت المقابله عند هذا الكلام. يعني عارف هو العيله كانت منتظره قاعده عاصفه يعني مظبوط تقريبا دقايق انتوا طلعت بالظبط كده طلعنا بعد دقايق الحاجه الثانيه بقى انه اللي هي سهلت الموضوع ده انه كريمه وانا كنا متكاتفين جدا وقررنا انه اوكي المرحله الصعبه اقتصاديا هنقدر نتجاوزها لغايه ما نقب على السطح ولكن في نفس الوقت ابتدى مع تعاملي مع والدها لانه كان لازال معاصلك حتى بعد الموافقه على الخطوبه. انه مع بدا تعاملنا ببعض ابتدينا نكتشف ان في قواسم مشتركه كبيره جدا بينهم. بحيث ان احنا بعد فتره قصيره بقينا اصدقاء. صداقه بالظبط جدا قربتوا من بعض نفسيا كمان لا ان في حاجات يعني كتيره يعني مشتركه وحتى اوقات انا اعمل حركات تقول لي بابا كان يعمل الحركه دي كده يعني فده الحاجه الثالثه والاخيره هو انه وده يمكن للناس اللي بتسمعنا نصيحه يعني من تجربتي انا الشخصيه لازم باستمرار تغلب المبدا على المصلحه إذا المصلحة غلبت المبدأ يبقى أنت خسرت الموضوع. تغلب المبدأ على المصلحة. طبعًا يعني ليك مصلحة إنك تتجوز كريمك، أنا ليا مصلحة إن أتجوز كريمك رايم، كويس؟ لكن المبدأ إن أنا ما أكدبش. أنت ما كدبتش في الشبكة يعني. ده أنا عايز أقوله في الشبكة يعني هي قالت لك الدبلة وخاتم الألماظ فطب نجيبه صناعي ونقول مظبوط باباها إنه طب يعني إنه أصلي فأنت رفضت.
لا انا كنت ممكن طبقا يعني مقتضيات الوضع كله انه ده نهايه المساله. اه ولذلك انا ما من مره افوت فيها على المكان ده اللي هو في الجامعه الامريكيه في ميدان التحرير الا وتنتابني حاله فظيعه جدا. ده المكان اللي انتوا اتكلمتوا فيه في الحكايه دي. اتكلمنا فيه وتصورت كان ممكن يشهد نهايه الحكايه. بالظبط كده. طب في حاجه في التجربه مهمه جدا انسانيا، يعني هي الدكتوره كريمه من البدايه ما كانش عندها رغبه ان هي تنجب اطفال. انت احترمت ده وما انجبتوش. كان صحيح. سهل عليك انه تقبل ده؟ اه لانه انت عارف الحياه عباره عن مفاضلات. صحيح. قيده بين صحيح اختيارات بين بالظبط. انت لن تستطيع ان تحصل على كل شيء. بالنسبه لي انا كريمه كانت شيء غالي جدا، مش هي شيء، هي انسان. انما الارتباط بيها كان شيء غالي جدا لدرجه ان انا اضحي مثلا ببعثه روسيا واتنازل عن بعثه روسيا كتابه. وانا موقن انه خلاص مش هيجي لي اي فرصه للسفر للدراسه بعد كده، انما عملتها عن اقتناع. لما قالت لي ولادتي طبعا ما فيش مشكله، انا من اسره كبيره والولاد عندنا كتير، ولاد اخواتي وولاد اخواتك وعلاقتي بالاطفال علاقه سهله جدا وسلسه. ما فيش في اي لحظه في 57 سنه يعني فكرت في الحكايه؟ لا اطلاقا اطلاقا بامانه يعني بامانه. طيب لو بتلخص العلاقه دي في جمله واحده تبقى ايه؟ التجربه دي كلها على بعضها؟ حلم جميل. حلم جميل. طيب اخر حاجه في التجربه، لانه انا يعني هاخد تقييم حضرتك سياسيا للمرحله في نقط محدده، ما اقدرش ما ينفعش حضرتك معايا وما نتكلمش في الجزء ده، لكن انا عرفت قلت ايه الحكايه، فين الكلام الجد؟ لا 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 طب انا اقول لك بصراحه، اتفضل. هو ده الكلام الجد. يعني هذه الدروس يمكن ان تغير حياه بشر كتير جدا عن ما نقعد نتعرف الوضع نفسه يعني في ايه. فده الكلام الجد. انتوا كنتوا بتميلوا الى السفر كتير، يعني يمكن ليك مقوله مشتركين فيها انه تقولوا احنا عايشين عشان نسافر. مظبوط. فاتكوا ايه السفر؟ فاتكوا في ايه؟ فات من عده امور. انت عارف الامام الشافعي له مقوله عايز استدعيها دلوقتي بمناسبه السفر. سبع فوائد. لا هم خمسه على فكره. خمسه بس. ده الشايع. طيب. وهل تغرب عن الاوطان في طلب العلا وسافر ففي الاصفار خمس فوائد. تفرج هم واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبة ماجدي. كويس كده؟ تمام. فلما تطبق الكلام ده على أرض الواقع في نوع من الترفيه والترويح عن النفس. تغيير المكان والناس والجو والكلام ده. واحد. اتنين، أنت بتطلع على بيئات مختلفة ومناظر مختلفة وبشر مختلفين. وده في رأيي أنا بالنسبة لنا نوع من العبادة، ممارسة العبادة، لأنك تعرف كيف تتجلى قدرة الله في تنوع مخلوقاته. وده جانب تعليمي مهم جدا، وبيكسبك نوع من اتساع الأفق ويبعدك عن النزعة إلى التعصب، إنه في ده وفي ده. صحيح. على مستوى في بدائل البشر وعلى مستوى الأفكار وعلى مستوى البيئات. النقطة الثالثة انه المواقف الطريفة والمآزق اللي انت بتوضع بتمر فيها في تجربة السفر وألعنها على الإطلاق فقدان الباسبور. ده حصل معايا مرتين. دي برضه مواقف مواقف يعني لكن دعاء الوالدين بقى برضه ما يبدو ان هم دعاهم مونسك طول الوقت طبعا، لأنه خلي بالك ألعن حاجة ممكن اصعب موقف ممكن اتعرض ليه شخص خارج بلده انه جواز الباسبور بتاعه يضيع. طبعا هو عباره عن يقولوا يعني ما هوش حاجه، ما قدرش يثبت هو مين. عارف يعني هنا هنا تكلم ناس تروح مش عارف مين ماشي الحال لو معكش بطاقتك يعني. بالظبط. انما انت بره، انما هناك مفيش. لا مفيش. وبالتالي ذلك انا اتعلمت بقى الدرس من السفر، يمكن اقول للناس اللي بيسمعونا ممكن تشيل اي حاجه في ايدك
معاك جنبك وراك قدامك، انما اللي لازم يبقى بعد جلدك على طول جواز السفر. طيب انا بمناسبه فكره التعلم والتعليم انا هستاذن حضرتك في دقيقه واحده، لانه النائبه انيسه حسونه النائبه البرلمانيه هي عامله بيان تلمستي على فكره والله. طيب يعني احنا في بيتها اهو في بيتها. في بيان هي موجهه لوزير التربيه والتعليم، اسمحوا لي ان انا اقراه لحضراتكم، بعتته لي نصا كده. طلبت النائبه انيسه عصام حسونه عضو مجلس النواب وزاره التربيه والتعليم بطباعه كتيب صغير يحمل اسم اختار قدوتك، بهدف زرع القدوه لدى التلاميذ وتحفيزهم على الوصول لهذه القدوه وصناعة طالب متميز يسعى لتحقيق هدفه مثلما فعل من يقتدي به. وأضافت حسونة: لكل منا قدوة ومثل أعلى، شخص أثر في حياته وتعجبه طريقته ونجاحاته ويطمح ليكون مثله وينهج نهجه. يمكن أن يكون الأب أو الأم أو شخصية عامة مؤثرة أو عدد من الشخصيات الموجودة حولك والتي تعيش معها وترصد أفعالها أو مرت في التاريخ المصري العتيد، فمن الأهمية أن يكون لك قدوة تقتدي بها وتصل إلى ما وصلت إليها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توضيح المفاهيم لدى التلاميذ منذ الصغر وزرعها من خلال هذا الكتيب المقترح. واقترحت النائبة أنيسة حسونة أنه بغرض عدم إثقال كاهل ميزانية الوزارة أن تتبرع بعض المؤسسات المالية بطباعة هذا الكتيب. شكرا طبعا على هذه المبادرة وهذا البيان، وبتمنى من وزارة التعليم انه تتبنى هذه الفكرة. ايه رأيك فيها يا فندم الفكرة دي؟ يبقى في تأصيل لفكرة القدوة والمثل. انا بتهيألي ده بيتسق مع اللي احنا عملناه النهاردة، انه بنعرض تجربة حضرتك وتجربة الصعود رغم العقبات، اللي لانه في ناس كتير بتيأس يعني، يلاقي في الدنيا حواليه فبيستسلم بسهولة. لا ما هي طبعا يعني تأكيدا لأهمية النقطة اللي بثرها النائبة أنيسة. وأنا سعيد أنيسة جت، لأن أنيسة تلمستي من كلية الاقتصاد. الاقتصاد إنه القدوة بتدي للآخرين نوع من الرافعة اللي هي بتشدهم لفوق والقدام فيقدروا يتحركوا. لأنه بيستمد منها قوة، يستمد منها طاقة، ويستمد آليات لتصحيح المسار عند المقتضى. فمن هذه الزاوية طبعا مهم ده مهم، وهو في الواقع إيجاد القدوة حتى لو ما كانش الناس كلها بتقتدي بشخص واحد بالضرورة، مش دي الفكرة. الفكرة يبقى في حد بالنسبة لي أنا بقتدي بيه مثلا. واحد من المكونات الأساسية لنظم التعليم الناجح. ليه؟ لأنك أنت بتدي له أدي نموذج هوت يمكن أن يحتذى. فممكن عن طريق الكلام ده تكرس فكرة الانتماء للوطن. مسألة مهمة جدا. الانتماء للأهل بالمعنى الواسع، يعني مش الدائرة الضيقة، الأسرة بالمعنى الضيق، بالمعنى الواسع. فهي فكرة جيدة، ويعني أنا أزكيها جدا ونرجو أن الوزارة تستجيب ليها إن شاء الله. أتمنى ذلك إن شاء الله. طيب أنا آخر حاجة هاخد بلعبة مختلفة، يعني إحنا قدامنا دقايق بسيطة، أنا يعني أخشى أنه أكون أثقلت على حضرتك، لكن الحوار الحقيقة ممتع ومفيد جدا. بس أنا هاخد تقييم حضرتك للفترة اللي فاتت كلها من 2011 في تعليق في جملة مكثفة لمن تولوا رئاسة وزراء مصر من 2011 حتى الآن، وهنعرض صورهم صورة ورا صورة، وناخد التعليق أو التقييم لتجربته في جملة. وأعتقد أن الجمل دي في النهاية ممكن تقول لنا إحنا طورنا دهورنا. طيب نبدأ يا جماعة بالفريق أحمد شفيق، ده أول رئيس وزارة على طول كان في يناير 2011 لمارس. مظبوط. تجربته يا فندم في الجملة المكثفة من عالم وأستاذ اقتصاد. يعني هو الفريق أحمد شفيق حازم
ومنضبط واداري. حازم ومنضبط واداري. مظبوط. تمام. طيب دكتور عصام شرف. دكتور بنتكلم من مارس لديسمبر تقريبا 2011 ودي مزبوط. كنت حضرتك موجود برضو وزارتين التضامن والعداله الانتقاليه. والعداله الاجتماعيه. الاجتماعيه. سجل الدكتور عصام شكل وزارتين اللي هم فيهم من مارس لغايه ديسمبر. ديسمبر. الدكتور عصام انسان حالم. حالم؟ ايوه. ورومانسي. وبالتالي غير سياسي. طب ده فن مشكل حكومه في حديقه الاسماك مش ده انا بقول لك يعني حالم ورومانسي وغير سياسي. أو لا بص يعني لما تحط ثلاثة أقصد سياسي معناه إنك يعني أنت تتعامل مع الواقع بالظبط مع معطياته بشعرة معاوية كويس كده؟ اللين الممزوج بالحزم بالحزم وليه لما بقول الكلام ده؟ لأن الواقع بتاعت قطع الطريق في المنيا في إنا في عفوا في إنا على المحافظ بالظبط كده على المحافظ دي كانت بلغة القانون واقعة منشئة بمعنى ان سماح للناس دول ان هم بالزبط. يتحدوا النظام العام والقانون بلا اي منطق على الاطلاق خلق اساس سابقه بقى الكل يقتدي بيها اي واحد مش عاجبه حاجه يروح يقرا يروح يعمل ده طيب الثالث كان الدكتور كمال الجنزوري وحضرتك كنت هنا وزير تموين وزير تموين تقييم للدكتور كمال الجنزوري احنا قلنا الاولاني حازم ومنضبط واداري الفريق شفيق عصام شرف حالم ورومانسي وغير سياسي مظبوط الدكتور الجنزوري الدكتور الجنزوري كان حازم ومتقشف انا فاكر انا فاكر ما قال بصوا في الاجتماعات كل واحد هيتصرف له كوبايه شاي وازازه ميه صغيره واحد بس مش اكتر مش اكتر من كده حازم هو اكتر من كده قال كمان ايه المكافاه اللي كان بياخدها الوزر اللي هي 30,000 قال لا لا تنزل ل 10,000 اللي هي على اللي هي كانت بتاعت الظرف دي بالظبط كده بالظبط كده فالمتقشف وقلنا ايه حازم حازم ومتقشف وطبعا موسوعه في الارقام جدا يعني انا كنت بدهش من قدرته الأرقام. وطبعا كان عنده حس سياسي جامد وشعوره مع الغلابه كان يميل الى مظبوط طيب بعد كده هشام قنديل وانت عرضت عليك الوزاره من هشام قنديل ورفضت ان تعمل مع الاخوان يعني دي اول مره عرضت عليك الوزاره رفضت ثاني مره لما لما قال لك انه عملت تعديلات لما جه عادل منصور وحازم بلاوي رئيس وزراء بعد يونيو بعد يونيو رفضت برضه رفضت دول مرتين طب هشام قنديل بقى في الجمله المكثفه هشام يعني طبعا لا يستطيع ان يقود بمعنى ان يبقى الرجل الاول في المشهد عارف يعني قدراته كده ما كانتش تؤهله انه يبقى يتصدر المشهد لا طيب الدكتور حازم الببلاوي الدكتور حازم هقول انه مش سياسي بمعنى انه شديد التعصب لافكاره النيو ليبراليه بالمعنى الاقتصادي او اليمينيه بمعنى اصح نيو ليبرال اي نيو ليبرال ويمكن ده سبب رفضي ان انا يعني انك تتعاون تبقى وزير في حكومته اتعاون معاه ايضا يعني ما كانش عنده القدره الكافيه ل يعني تقدير الام المصريين في تلك المرحله مظبوط تلك عايزه حد يستوعب الموقف من هذه بعد 30 يونيو مظبوط طيب جه بعده المهندس ابراهيم محلم مهندس ابراهيم راجل ميداني دينامو بولدوزر طبعا بلا جدال ودي طبعا خصائص محتاجينها في الساحه المصريه ولكن
ينقصوا الجزئية بتاع تصور قواعد اللعبة ووضع السياسات. وضع السياسات، لأنه يعني لما يترك وضع السياسات للتكنوقراط هو أقرب إلى الرجل التنفيذي. مظبوط. لكن قواعد لعبة يعني وضع السياسات تديله سياسات قول له نفذ. لكن عزيز. لم يكن هو قادرا على صنع ووضع سياسات. طيب بعد كده جه المهندس شريف اسماعيل. شريف اعتقد يعني قول محلب، لكن شيل منه موضوع انه ميداني وديناميكي. انه ابو بلدوزر. ابو بلدوزر واضح انه عنده جلد كبير على العمل. دؤوب. يعني يمكن نستعيد بالاوصاف دي ونقول انه دؤوب. مظبوط. صفه من الصفات الحميده بلا جدال. والمطلوبه. انما الفكره كلها هو يعني يجيد تنفيذ ما يقوله طرف اخر. عارف يعني ده النقطه. وده طبعا هنا دي معضله على فكره في النظام السياسي المصري، يعني انت يعني هتجيب رئيس وزراء ايه المواصفات؟ احنا لو وصلنا للدكتور مصطفى مدبولي اعتقد الكلام مش هيتغير كتير. لا مش هيتغير. انه هو ينفذ سياسات. مظبوط. طبعا ده لا يعني قدحا في اي حد، كلهم ناس فاضل وكويسين. انما انا بوصف بمعايير سياسيه معينه، بمعايير علميه كمان. بالظبط. هنا بنتكلم على رئيس وزراء. رئيس الوزراء بيبقى له مواصفات. ومن خلال احتكاكي بثلاثه من اللي اتكلمنا عليهم. يعني انا مرتاح للتوصيف ده. طيب لو خدت يا فندم اخر حاجه نصيحه مدعومه بتاريخ من الخبره السياسيه والعمل في الاقتصاد والتجربه السياسيه المباشره على الارض، نصيحه الى الحكومه الان، نصيحه واضحه ومكثفه وشفافه، ما الذي يجب أن تفعله الحكومة؟ الذي يجب أن تفعله الحكومة هو أن يعني تركز بدرجة أكبر على وضع السياسات. من تركيزها على يعني حل مشكلات، لأن دلوقتي كل اللي بتلاحظوه الحكومة عمالة تطفي حرايق. لكن مفيش تصور تحل مشاكل جزئيه، امنع الحرائق دي انها تقوم اصلا. واوقات حتى اطفاء الحرائق يبقى بجردل مثلا، اداه بدائيه جدا لاطفاء حريق مثلا في الدور 40 ومعاك جردل ما ينفعش. يعني على الحكومه ان تمنع الحرائق. مظبوط. تعمل على منع الحرائق. بالظبط كده. اللي هو يعني الوقايه خير من الايه؟ من العلاج. دي الحكمه القديمه جدا. هنا لما انظر رايك اقتصادي في هذه الحاله وسياسي في نفس الوقت، حاجه دي انه طبعا بدايه الاهتمام بالسياسات ووضعها على ارض الواقع انه يبقى عندك تصور لخريطه المجتمع ووضع اولويات تنسجم مع هذه الخريطه. وهنا اول شيء يلفت النظر هو انه قضيه بخطوره ارتفاع الاسعار. تحتاج إلى أن يوجه إليها قدر أكبر من الاهتمام والعناية. لأسباب اقتصادية وسياسية. هقول الاقتصادية الأول. إنك أنت لما بترتفع الأسعار بينتج عنها مباشرة تآكل الدخول الحقيقي للناس. فاللي يبقى متاح لها عشان تصرفه بيقل. وبالتالي إذا كنت عايز تحقق نمو اقتصادي لن تستطيع تحقيق النمو الاقتصادي مع ارتفاع الاسعار دي. طبعا. لانه يعني المساله واضحه. في اعاده توزيع الدخل انكماش، انظر الى الطبقه الوسطى هو حادث بالنسبه لها. في اعتصار للطبقه الوسطى وطبعا وما دونها بدرجه اكبر. دي الاسباب الاقتصاديه. دي الاقتصاديه. السياسيه انه الاسعار واتساقها مع قدرة الناس الاقتصادية ركن أساسي للاستقرار السياسي. وإذا وصلنا إلى نقطة الناس تحس فيها أن قدرتها على تحمل هذه الأسعار غير قائمة،
ممكن يحصل مشكلة. يحصل قلق. دي واحد. اتنين برضو من ناحية سياسية انه في تطور المجتمعات ومن المجتمع المصري الطبقة الوسطى رمانة الميزان. فطبقا للوضع الحالي وعلى خلفية ارتفاع الأسعار الطبقة الوسطى تتعرض لاعتصار شديد جدا وعناصر منها تهوي إلى أدنى السلم الاجتماعي. وده موضوع إفرازاته السياسية إفرازات يعني يحسن بنا إن إحنا نلتفت ليه نتحشاه. وبالتالي قضية الأسعار هو طبعا رئيس الجمهورية بيطلع مشكورا كل فترة يقابل وزراء ويقول لك لابد من أن تتأكدوا إنه الأسعار في متناول، مش كده ولا إيه؟ صحيح. سمعنا الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ومع ذلك لما نيجي ننظر إلى الممارسة على أرض الواقع هنجد إنه يعني تطبيق قليل جدا بدليل الأسعار بترتفع. إنه تنفيذ هذه التوجيهات مش ما بيتمش بشكل سريع. هو ده سؤال مهم وهنا أنا عايز أقول يعني رؤيتنا كوزير سابق انك انت يعني عشان تصمم علاج لمشكلة الأسعار لازم تعمل قراءة صحيحة للتكوينات الطبقية ومجموعات المصالح في المجتمع. وهنا هتجد الآتي، انت عندك المستهلكين في زاوية، رجال الأعمال جزء منهم تجار وجزء صناع، وبعدين جمعيات أهلية حماية المستهلك. لازم كل الأطراف دي تجمعها وتصل جميعا إلى توافق مجتمعي حول أهمية احتواء هذه الظاهرة وتطبق بقى أدوات اقتصادية لترجمة هذا. صحيح صحيح. شكرك جدا دكتور على الآراء الواضحة الصريحة المكثفة الأخيرة، لأنه ده صلب المشكلة الآن، وعلى هذه التجربة الإنسانية الرائعة. عفوا. تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتورة. كنت أتمنى تبقى شركتنا، لكن هي يعني لا، هو ممكن تفرج على الحوار الصبح لأن احنا بنتعاد من 9 ل 12 إن شاء الله الصبح. طيب. فتشوفوا بقى إن شاء الله. شكرك جدا دكتور جودة عبد الخالق على وجودك معنا، وبشكر حضراتكم على متابعتكم لهذا الحوار، وأرجو أن تكون هذه التجربة الإنسانية السرية الحقيقة يعني مدد لكثيرين ممن يعتقدون أن الحياة يمكن أن تهزمهم على هذه الأرض. كان هناك شاب عبر كل العقبات ووصل إلى ما أرادوا محققا نجاحا كلنا نشهد له. بشكر حضراتكم، ألقاكم غدا وتصبحون على وطن.